اسم بس حضرتك والتايتل بعد اذنك؟ الدكتور طارق سيد توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير. في البدايه بس انا عايزه اعرف اهميه الحدث وليه تم استخدام المعده دي بالذات؟ اهميه الحدث ان هو اكبر تمثال يخرج من منطقه المطريه اللي هي العاصمه الدينيه القديمه اون، اللي كان بيعبد فيها معبود الشمس رع. الجزء اللي تم استخراجه اليوم اللي هو منطقة الصدر والبطن والذراع الأيمن للتمثال تبلغ وزنها حوالي 8.5 طن، فبالتالي كان لابد من استخدام الروافع الميكانيكية لإخراجها، خاصة أنها كانت موجودة في منطقة بها مياه جوفية، ومياه جوفية تزيد بشكل سريع، فبالتالي كان لابد من إخراج الأثر بشكل سريع وآمن للحفاظ عليه. المعدة دي من المتحف المصري الكبير؟ لا. أما دي من إحنا المعدة ممكن تكون أي معدة ثقيلة، المهم إنها يتم دي تم الاستعانة بيها منين؟ دي تم استعانة بينها من المنطقة. من المنطقة هنا. ولكن المهم بيكون عملية الصبانات اللي هي عبارة عن الأربطة المعمولة من الحرير التي تستطيع أن تحمل هذه الأوزان، وقد تم استخدام 9 صبانات، منها صبانات تتحمل حتى 20 طن ليخرج التمثال بأمان، وتم استخدام صبانات أكثر من المعتاد حتى نأمن أن يخرج التمثال بأمان. طب ليه ما تمش استخدام المعدة دي لما جه تم انتشال رأس التمثال؟ في ذلك التوقيت الرأس حجمها كان يسمح أن هي تدخل بأمان داخل المعدة اللي استخدمت، وكان هناك طبقة سميكة من الطمي تحمي الغائط عشان ما يتجرأش. مواتير وخراطيم عشان تشفطوا بيها المياه الجويه وتنشفوا الارض وبعد كده يتم ده بالفعل كان بيحصل، ولكن المياه كانت بتطلع بسرعه، ولحمايه المنطقه المحيطه لان بها مباني اهالي ما كانش ممكن ان احنا نسحب المياه بشكل سريع لان ده بيخلخل التربه، فبالتالي كان لابد من العمل بحذر حفاظا على ارواح المواطنين و سلامة الأصل. ايه اللي اختلف المرة دي عشان تستخدموا المعدة دي؟ يعني هل انتوا امنتوا نفس الامر. الحجم ده كان يتطلب ان لابد من وجود ونش لان لا يمكن اخراجه باي معدة ميكانيكية اخرى. طيب مصيري بقى التمثال والراس، يعني انتوا هتعملوا فيهم ايه؟ هل هتوديهم ادارة الترميم الاول وبعد كده ينقلوا على المتاحف؟ التماثيل دي لانها كانت في مياه قلوية وليست في مياه حمضية، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الترميم، ستحتاج فقط إلى تنظيف ثم يتم عرضها إن شاء الله، ويمكن معالي الوزير بيقترح أنها تعرض في البداية في متحف التحرير حتى تكون في القريب العاجل متاحة لأنظار الجمهور المصري والجمهور العالمي.